السلام خوش ورحمة الله وبركاته شكرا أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم رمضان كريم ومبارك عليكم الشهر تتواصل رحلتنا عبر البلدان والقارات من خلال برنامج طبخة دبلوماسية نتعرف على ابرز العادات والتقاليد والاكلات الرمضانيه في مختلف بلدان العالم الاسلامي، واليوم نحط الرحال في جنوب القاره الاسيويه وبالتحديد في ارض الطهاره. ضيافتنا اليوم من اقامه سعاده سفير جمهوريه الباكستان لدى دوله الكويت السيد مالك محمد فاروق. باكستان ومعناها ارض الطهاره. ورسميا جمهورية باكستان الإسلامية تقع في جنوب آسيا تأسست سنة 1947 تعتبر خامس دولة في العالم من حيث عدد السكان الذي بلغ 241 ألف نسمة ومساحتها 804 كيلومتر مربع وهو بلد متنوع عرقيا ولغويا وجغرافيا وتنعم الباكستان بثروات طبيعية وتاريخية وحضارية وفيرة جعلت منها وجهة سياحية فسلسلة جبال الكاراكورام في الشمال تعد أعلى ثاني قمة جبلية بعد الإيفرست يحتل اقتصاد الباكستان المركز الرابع والعشرين كأكبر اقتصاد في العالم من حيث تعادل القوى الشرائية والمرتبة 67 من حيث أكبر اقتصاد تصديري تعتبر الباكستان دولة غنية بالذهب الأسود والذي يتمثل في البترول والفحم الحجري والحديد وتشتهر كذلك بالصناعات البترولية والمعدنية والكيميائية والحرير الطبيعي والجلديات والبضائع الرياضية والأدوات الطبية والميكانيكية كذلك الأرز والقطن واللحوم والتوابل والأغذية المصنعة وهي من اكبر المصدرين لهذه المنتجات سعاده سفير جمهوريه باكستان الاسلاميه السيد مالك محمد فاروق شكرا على هذه الاستضافه اكسلنسي رمضان كريم اوميد ابتي شكرا جزيلا وعليكم السلام، رمضان مبارك. الحمد لله، أنا بخير. Thank you, uh, Excellency, thank you for this outfit. We have to thank the designer of your embassy. Thank you. يبدو لطيفا وتبدين باكستانيه جدا. Yes, I've been told that many times. بالفعل فإن اللون <applause> الذي تم اختياره يليق بك. thank you thank you so much. And, uh, I'm happy to be here. سعادة سفير باكستان بلد جميل غني بالتنوع تنوع الثقافي الإثنى والطبيعي. الباكستان تحتوي على مدن قديمة ومعابد مواقع أثرية. غابات وانهار مقدسات اسلاميه محفوظه كتراث عالمي لمنظمه الامم المتحده للتربيه والعلم والثقافه. هل ممكن ان تحدثنا اكثر عن باكستان؟ نعم باكستان معروف بتنوعه والوانه وانت على حق اسلام اباد قد صنفت كثاني اجمل دوله في العالم. هي مدينه جديده نسبيا في البداية عندما حصلت باكستان على استقلالها في عام 1947 كانت عاصمتها في كراتشي لكن فيما بعد في الستينات تم نقل العاصمة من كراتشي إلى هذه المدينة الجديدة إسلام أباد هي معروفة بجمالها الطبيعي ولا سيما بالخضار فهي مزيج من الحداثة والحفاظ على الطبيعة حيث تضيف تلال ماغلا على ساحرها وهي مدينة كثيرة النباتات يمكن رؤية الشوارع والطرق بشكل صحيح وحتى يمكنك إيجاد اسم أو عنوان صديق أو إحدى المعارف بسهولة أكبر مقارنة مثلا بلاهور فهي مدينة قديمة ويصعب تسليم حتى البريد لكن في إسلام أباد ممكن التخطيط السليم الذي فهي مختلفة قليلا عن مدن باكستان الأخرى والشيء الجيد هو أن الحكومة تحافظ دائما على الجانب الأخضر من المدينة. لذلك فهي أجمل مدينة في باكستان. مدينة حديثة. سعادة السفير من شمال كشمير من الكاراكورام إلى نهر السند في الجنوب. تظل باكستان بلد الجمال والضيافه والمغامرات، لو ممكن تحدثنا عن السياحه في الباكستان. تعرفين كثيرا عن ذلك. نعرف بضيافتنا التي تبدا من الشمال. كما قلت ان باكستان مليئه بالتنوع والالوان. يمكنك تسميه اعلى القمم في العالم. فمجموعة كراكوم وهيمالايا وكلاهما يمران عبر باكستان وبالطبع لدينا أعلى القمة في العالم أه نعم قمة كيتو هي ثاني أعلى قمة في العالم وحتى يمكنك القول أن الأربعة عشر قمة في العالم منها ثمانية في باكستان معظم الناس الذين يحبون التسلق او المشي يفضلون باكستان كوجهه مفضله لان تسلق ايفرست اسهل نوعا ما مقارنه بتسلق كي2 يميل كالدرج تقريبا بزاويه 90 درجه ثم كلما تحركت جنوبا لدينا الحضارات القديمه كما ذكرت وحضارة الأنديز ووديان لاش الخضراء ومناطق صحراوية وساحلية إجمالا يمكن القول أن باكستان تقدم كل شيء تريده مهما كان ما يرغب برؤية الشخص بدءا من المناظر الطبيعية والوديان والشلالات ووديان لاش الخضراء والصحراء والسهول وخاصه عندما تمرين عبر البنجاب وعندما تتحركين جنوبا فسترين فواكه مختلفه مانجو جنوب البنجاب وتمر السنت Uh, all the mechanical equipment, medical also, uh, surgery equipment. You produce uh, cotton, you are also producing uh, cars and uh, mechanical machines. and ما شاء الله يعني. ما شاء الله نعم لأنها بلد كبير في سكان يتجاوزون 214 مليون نسمة لذا يجب أن يكون لديهم شيء ما للبقاء كل مدينة كما قلت لها خصائصها كما ذكرت عن الأدوات الجراحية لدينا مدينتان شهيرتان بذلك هما سيلوكوت ووزير عباد. حيث ان معظم الادوات الجراحيه التي ترينها حول العالم تصنع في هاتين المدينتين ثم لديك ادوات الطعام فهما ايضا شهرتين بتصنيعها ثم اذا تحدثت عن النسيج فان من اكبر مصادر النقد في باكستان هو القطن حيث نعد من اكبر مصدر منتجات النسيج خاصه لدول اوروبا

تشتهر المدينة بمهاراتها وصناعتها على نطاق واسع صغير أو كبير الناس ماهرون للغاية في ذلك حيث يتطلب حياكة الكرة يدويا مهارة كبيرة والناس ما شاء الله لديهم الخبرة في ذلك ولذلك فأن الاتحاد الدولي لكرة القدم دائما ما يستخدم الكرة الباكستانية في كل مناسباتها الدولية وأيضا في الدوري الأوروبي يستخدمون كرات صنعت في باكستان. when we talk about uh, Pakistan, it's always we are in the superlative form. you have the second highest uh, peak in the world, you have uh, the biggest mine of salt. yes. so all of us we have a bit of pakistan in our house in our kitchen you have the oldest valley of civilization on this earth on yes. planet yes. نعم تحدثنا عن الحضارات القديمة وحضارة الانديز وحضارة كندارا لذلك إن ذهبت إلى مانجو دارا أو حيث ترين الآثار في منطقة صحراوية وعندما تتجهين الشمال أكثر فهناك منشأ البوذية You have also نعم الكثير هناك بالطبع العديد من المواقع التي صنفت ضمن تراث اليونسكو وبالطبع يرجع الفضل في ذلك لباكستان ليس فقط الحكومه الفدراليه بل ايضا الحكومات الاقليميه في الحفاظ على هذه المواقع التراثيه. سعاده السفير الباكستان له امكانيات سياحيه متنوعه ومتعدده منها السياحه العلاجيه، السياحه الطبيعيه، السياحه الاثريه، الثقافيه، لكن رغم ذلك ومع الاسف يبقى العديد من الناس ليسوا على درايه بكل هذا. صحيح واعتقد ان هذا واحد من المجالات التي يجب التركيز عليها وانت محقه تماما بالقول ان باكستان تقدم كل شيء بسبب تنوع الوانها فكما قلت فإذا كنت مهتما بالتسلق أو المشي أو التجول فتذهب شمالا حتى ترى البحيرات الطبيعية الجميلة مثل سفر ونملوك بحيرة شنغريلا وبحيرة أتاباد وهناك الكثير إحدى المدن سكردو فيها الكثير من البحيرات في الشمال باكستان وعندما تتجهين الى اقصاها فلدينا وادي لاش وكما ذكرت السياحه الدينيه التي يروج لها في باكستان كما نتحدث عن السياحه الطبيه حيث تقدم باكستان منشات ممتازه للعلاج ايضا وهذه منطقه جديده كما قلت لم نكن قادرين على الترويج او نبرز امكانيات البلد كما يجب ربما توجد اسباب كثيره لذلك لكن اعتقد انه بعد 2015 راينا مزيدا من التركيز من قبل الحكومه سعادة السفير ما هي التدابير التي اتخذت لتطوير القطاع السياحي في باكستان؟ منذ عام 2015 بدأنا نرى المزيد من التركيز من قبل الحكومة الفيدرالية وكذلك الحكومات الإقليمية على هذا القطاع بالذات أعتقد أن أكبر تحدي كان تطوير البنية التحتية لكن الان ولان لدينا شبكه طرق وطرق سريعه رائعه وشامله تبدا من الممر الحدودي بين باكستان والصين في هونزا وهو اعلى ممر في العالم حيث لا يمكن البقاء فيه لاكثر من عشر دقائق بسبب نقص الاكسجين ثم كلما اتجهنا جنوبا لدينا شبكه واسعه من الطرق والطرق السريعه ثم قطاع الضيافه كان مجالا اخر يحتاج التحسين الان قد انشانا العديد من الفنادق والمنتجعات ثم تقديم توعيه المجتمعات المحليه واعطائهم المعرفه فكما تعلمين ان الشخص المحلي يمكن ان يكون افضل مرشد سياحي ولكن اعطائهم التدريب وبناء القدرات كانت هي النطاقات التي تنقصنا لكن الان والتدريج لدينا مرشدين سياحيين فعلى سبيل المثال عندما نتحدث عن الكويتيين فتعلمين أنهم يحبون زيارة أنحاء مختلف من العالم وباكستان ليست ببعيدة فهي على بعد ثلاث ساعات من الطيران من هنا والآن لأن توجد ثلاث مشغلي طيران في الخدمة الطيران الباكستاني الكويتية والجزيرة كلهم يشتغلون في مدن مختلفة في باكستان من الكويت نحن معروفون بكرم الضيافة الأمر الذي يزيد من جاذبية أي شخص يزور في باكستان yes, I, I experienced that. I was uh, I had the chance to visit Islamabad, Karachi, and Lahore. MashaAllah. Uh, even though it was very short uh, time, it was, a business trip, but it was enough for me to go back home with the positive and the beautiful impression. Uh, سعادة سفير ما هي التسهيلات والخدمات الموفرة للسياح uh, في الباكستان؟ كما تعلمين بسبب التركيز خلال الخمس أو سبع أو ثمان سنوات المنصرمة فقد طورنا قنوات وطرق اتصالات مختلفة عبر مؤسسات باكستان للتنمية السياحية على مستوى الفدرالي وكذلك لدينا السلطات الأقليمية أيضا التي تزود معلومات عن أي أماكن قد تكون مهتمة بها فإذا كنت مهتما بالثقافة أو الموسيقى أو الحضارة فيجب أن تذهب إلى لاهور أو وأجزاء من السند وبلوشستان وإذا كنت مهتما بمغامرات تعقب الأثر فلتذهب إلى الجنوب وإن كنت مهتما بالطعام فيجب أن تذهب إلى لاهور أو ربما كراتشي لوجبة برياني أن تطوير البنية التحتية كان طفرة كبيرة فبناء الفنادق والتسهيلات الحكوميه وكذلك من قبل الباكستانيين في الخاص لذلك فإننا نحن نروج احدى انجازاتنا او النجاحات التي قامت بها الحكومه كانت تحسن الفيزا حول العالم اذا كان شخص مهتما فلا داعي له ان ياتي للسفاره كل ما تحتاجه هو فتح الموقع وتعبئه نموذج خاصه السياحه والاعمال اللتان كانتا الاولويه بالنسبه للحكومه So, uh, أما بالنسبة للكويت فلا أرى أي مشاكل فقط كل ما تحتاجه هو تعبئة نموذج وأن تتواصل uh, مع مرشد to سياحي في باكستان نعم صحيح أنها آمنة جداً الحمد لله وكما قلت فأن بسبب التطوير في صناعة السياحة فأن لدينا الآن المزيد من المرشدين السياحيين المحترفين الذين يرشدونك جيداً فمجرد ما أن يكون معك مرشد سياحي محلي فلن تكون زيارتك مثمرة فقط بل يمكنك التواصل أيضاً مع السكان uh, المحليين. Uh, uh, سعادة سفير الباكستان اسمها أرض الطهارة. ما هو اصل هذه التسميه؟ آه نعم احدى قادتنا في الحقيقه رحمة علي هو من اطلق عليها باكستان ومعناها ارض الطهاره حيث يعيش فيها ناس انقياء ونحن حقا فخورين بهذا الاسم سعادة السفير لو تحدثنا عن بعض العادات والتقاليد الرمضانيه في الباكستان كلنا يعلم ان رمضان هو شهر النعم لذلك كأي دولة إسلامية فإننا نحتفل بهذه المناسبة الدينية حيث تنظم مختلف الفعاليات نبدأ اليوم بالإفطار ثم سهري سحور 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 نبدأ بالسحور ثم ننتهي بالإفطار في يوم كامل لذلك كان نستيقظ في الصباح الباكر قبل الفجر ثم ناكل شيئا في رمضان كما تعلمين يستخدم المطبخ بكثره بالمقارنه بباقي اشهر السنه وطبعا خلال اليوم هناك راحه بالضبط في وقت سهري السحور ناكل وجبه مناسبه يستعمل الكثير من الزبادي ثم بعد صلاة الجمعة بعض الناس ينامون والبعض يذهب لعمله ثم يصلون الجمعة ويزيد عدد الذين يصلون في المساجد بأعداد كبيرة في شهر رمضان يمارسونها كثيرا او هناك المزيد من تلاوة القرآن الكريم وعبر

اعتقد ان معظم العالم الاسلامي يقوم بنفس الشيء العديد من الاشياء سترينها على المائده ولكن هناك شيئان يعدان الاهم في باكستان يس شربت نعم يستخدم الكثير من الماء فيه الليمون ايضا وروح افزاه معظم الوقت والبكوره نعم انها احدى الاطعمه كالسمبوسه ثم مختلف الفواكه كل هذه تضيف لتنوع جاذبيه المائده اذا فانه في وقت الافطار حيث وقت كسر الصيام ياكل الناس قليلا وليس كثيرا ثم يذهبون لصلاة المغرب ثم يعودون مجددا لياكلوا طعاما مناسبا ياكلون الطعام اكثر بعد صلاة التراويح ثم هناك الانشطه الرياضيه في الليل. activities. <applause> Uh, you know, وخصوصا دور الكريكت yeah, yeah, ليست الرياضة الوطنية. الرياضة المفضلة هي الكريكت والوطنية هي الهوكي هوكي الملاعب هي اللعبة الوطنية في باكستان ثم يلعب الفتيان ينظمون دوريات خاصة في لاهور وكراتشي إسلام أباد وأربولندي ينظمون دوريات مختلفة تبدأ من أول يوم في رمضان وتنتهي في آخر يوم هذا كل شيء فهو ليس شهرا دينيا فحسب بل سترين الكثير من التواصل والمناسبات الاجتماعية وأعمال الخير نعم عادة تم دعوة الأسرة للإفطار ولا ندعوها للسحور فالسحور بشكل طبيعي بين العائلة ولكن الإفطار سترين الأصدقاء معا يكسرون صومهم وللأسر ربما تدعي وبعد ذلك يدعوني أصدقائي وأقاربي الكثير من الأمور تحدث في الحقيقة وكما قلت ليس فقط في من وجهة النظر الدينية أو الروحانية حيث يتواجد المزيد من الناس وتلاوة القرآن الكريم بل في نفس الوقت سترين تفاعلا فيما بين المجتمع كما قلت أن هذا الشهر مختلف عن باقي أشهر السنة كما قلت فأن معظم العالم الإسلامي بينهم أمور مشتركة سعادة سفير العادات والتقاليد في شهر رمضان الكريم متشابهة في كل بلد. بلدان العالم الإسلامي ما هي العادة والتقليد المميز في الباكستان؟ وعندما تحدثت عن باكستان فأعتقد وكما قلت نبدأ اليوم مع السهري وقت السحور عاده ما يتحرك الفتيان في الشوارع ويقرعون الطبول ببساطه لايقاظ الناس ربما يكون ذلك ايضا في اي دوله اسلاميه ولكن بالطبع احسن الحديث عن باكستان كما لدينا ايضا ابواق تنبيه في جميع انحاء البلاد لايقاظ الناس للسحور ربما قبل ساعه من اذان الصلاه حيث ستستمتعين الى اباق التنبيه معظم في المناطق البعيده <applause> ثم العشر أيام الأخيرة مختلفة تماما عن العشرين يوما الأولى حيث سترين قيام الليل وليلة القدر حيث الكثير من الناس في المساجد أكثر من باقي الأيام العشرين كما تهتم النساء والأطفال بالتسوق ليس فقط من المحلات المعروفة بل أيضا من المحلات المؤقتة المبنية على جوانب الطرق وسترين الكثير من الأسوار والرجال يدفعون فقط النساء وخصوصا الأطفال سعادة سفير كيف يستعد الناس في الباكستان للعيد هذا العيد نطلق عليه عيد اللحوم وإذا ترجمته للإنجليزية فيصبح العيد الحلو نعم تصنع الكثير من الحلوى أما من السوق أو معظمها يتم طهيه في المنزل وفي ذلك اليوم سترى العديد من التجمعات كما يتم دفع الزكاة أيضا لأن هذا الشهر يركز أكثر على الإنسانية والنظر إلى أولئك الذين قد يشعرون بالجوع طول اليوم لذا يبحث الناس عن المحتاجين والفقراء ليعطوهم شيء للأكل كما يتم دفع yeah, مبالغ مالية كبيرة حيث أيضا يستطيع القيام بأعمال خير لأسرهم وجعلهم عضوا من المجتمع الرئيسي ونرى الكثير من أعمال الخير تحدث في باكستان في هذا الشهر فكما تعلمي فن الأغنياء ينظمون أماكن مختلفة حيث يقدمون الكثير من الطعام للمحتاجين فأي شخص بإمكانه المجيء والاستمتاع بوجبة مناسبة من الفواكه والخضروات واللحوم والدجاج وذلك بالنسبة لنا أمرا فريدا في مجتمعنا. من ماذا تتكون سفرة رمضان في الباكستان؟ هناك عنصران والاساسي وهو ان لم ترينه على المائده فستكون المائده غير مكتمله بدونه هو الشربات والثاني هو الباكوره. سنبوسا. ربما هو أحد أشكال السمبوسة وسنريك لاحقا باكستاني نعم بالأسلوب الباكستاني فبعض الناس الآن يضعون فيها دجاجا إلا أنها في الأساس يضعون فيها الخضروات وسمبوسة أيضا حاضرة ومختلف في الفواكه حيث تخلط معا ومعها الكثير من عصير البرتقال وتدعي فروت شات ثم ديب عليه وهو أحد الأطعمة الشهية التي يتناولها الكثير من الناس ثم لاحقا يأكل الناس النهاري والبرياني أو ربما الدجاج أو اللحم البقر أو لحم الغنم بكل سرور شكرا لك أعزائي المشاهدين ننتقل إلى المطبخ لتجهيز سفرة رمضان الباكستانية ابقوا معنا. سعادة سفير اليوم نكتشف جانب جديد من شخصيتك في المطبخ بعيد عن الدبلوماسيه والسياسه، ما هي طبخة اليوم؟ <تضحكي> <تضحكي> زنجبيل وثوم مخلوط، ملح، فلفل أحمر، كركم، كزبرة، قرفة so normally uh, we start with the, the data as well. Sunnah. yes Sunnah yeah. salli salam. Sallam. thank sallam. you shukriya bismillah rahman rahim allahu akbar so we always say that uh, once you are opening your or breaking your fast whatever you pray it uh, will be it, will, it is accepted accept. by allah so normally during the, uh, this time most of the people, they they yeah. they pray a lot. Just, um, and this is actually the thing which I talked about a lot. Pakora. Pakora, yeah. Famous pakora. pakora. We eat this with this mint chutney, what you call it. Mint. A lot of uh, mint and yogurt is used in that. Ah, oh, yeah. And we also use salt and sometimes yeah. people use. Then the second thing is the sharbat. Ah, this is the famous sherbet. Or uh, keep the energy level for the next day. Yeah. Thank you. And try this pakora. Ah, with pakora. Yeah. Or maybe samosa, whatever uh, you want. I prefer that one. Okay. This Thank is uh, you. roll. Thank you so much. This is what um, normally in Pakistan people eat like this. You know. It was a long mm. day, yeah? yeah? it was long very long day. day. Mm. Then and, we um, will, uh, you will. Quite eat. hot also. So yeah. you can always try the fruit salad. Fruit, fruit yeah. salad. What We call it fruit chart actually. Fruit chart. Chaat. Fruit chart. Yeah. You mix it with the orange juice? Yes, or a lot uh, of orange juice is rose used. Rose water. That. Yeah. And a lot of. Uh, all the uh, fruits of the weather, you know, depending on the season. Uh, they are they are put in that, you know, just to getting all the vitamins or the calories which have been lost during yeah. the day. Yeah, very healthy. Then the famous uh, biryani? Biryani, yeah. The famous. This is not biryani actually, this is palau, what we call palau? chicken palau. Ah, chicken palau. Yeah, because in biryani, there are more spices are used, yeah. but um, in in some parts of Pakistan, at least from where I belong to, uh, we, mm, we don't eat biryani that much. We eat um, uh, pulao. Chicken pulao, what you call. It. it can be chicken or mutton or even beef. So it's more or less the same. It's uh, uh, <coughs> As I said, um, less spices in that, so it is called pulao. And if you put more spices, then it will be biryani. Maybe. And that uh, red sauce, uh, marak? Uh, this same. is, uh, I think, mutton korma. Mutton korma. korma? What is it? This is like um, a dish of mutton with a lot of curry in that. Uh, yes. So, people don't eat uh, <coughs> dry dishes during the month of Ramadan. Yes. yes uh, yeah, yeah, they it's they better want to have more. Because uh, they um, didn't drink the whole day. Exactly, exactly. Yeah. So, normally the food is taken, uh, some people before the Tarawi prayers, and, but mostly it's after the Tarawi prayers. So, let's say they come back after that and then uh, before going to sleep or going to the bed, they eat uh, a little bit. But uh, generally, uh, rice is avoided yeah. during uh, the night time. So they eat um, curry, maybe um, vegetables as we cooked um, more, and then even the lentils. Uh, they, they are used most mm -hmm. as compared to uh, any dish from the rice. Yeah. And then, uh, <clears throat> what else is there? I think we have also prepared vermicelli for you. But this is. Uh, the white. Another, yeah, the white with the yogurt uh, with, the, with the milk. This is the, <coughs> the um, uh, in every house on the Eid day, which I actually forgot. That is why we call this sweet Eid. Sweet Eid. Yeah, the day starts with this. Maybe a with pudding. the date. It's a kind of pudding. Uh, uh, it, it, it's not pudding because the milk is um, uh, put in a, in, uh, in more quantity, and uh, you know normally before going to the mosque for the uh, Eid prayers. Uh, the, the people like to eat um, the sweet thing, uh, either dates or maybe sometimes both. But vermicelli are most important. They are Vermicelli, the, it's not the small, uh, pasta. Yeah, it's, it's uh, small, small pasta. pasta? Yeah, it's a small yeah, pasta. Yeah, this is in Italian. Yeah. Okay, and the other one is salad. Yeah, the other one is salad. Yeah. That is. It, and this, the, uh, the round. Uh, this the is kebab. Kebab? The Shami rab? kebab, what we call. This is made of minced meat. Ah, uh, yeah. I think it's uh, uh, mutton kebab. Okay. So they're also part of this. these uh, three, four snacks which uh, uh, are used or eaten at and the, time. the famous uh, pakistani bread we yes, call yes. roti R roti yes is roti, yes. roti. Yes. Uh, we eat uh, roti is a staple you know with uh, we always even people eat rice but they will later on looking for some kind of a curry so that they can have uh, one or two roti you know at least one bread or two breads and uh, especially the uh, the suhu time yeah. uh, they will go for we use if we use the the oil or the ghee what we call um, then they call it paratha. Paratha, okay. Yeah. So it is a bit thicker mm. uh, than this one. This is thinner. Uh, people eat paratha uh, at soho time, or even in the breakfast. We always have uh, yes. maybe an um, um, egg with the paratha, or maybe some kind of a curry with the paratha. This yeah. is what uh, this is what our breakfast is all about. Excellency, thank you for today's iftar. My pleasure. I'm so grateful. You know, it's, uh, it's an honor for me. It and, was um, a pleasure hosting us today. And I'm really glad and really In thankful. In the land of pure. Alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs>